كوفيد يعني حتى دلوقتي اللي هي الكوفيد بيطول في المرضى، بيطول واحنا عاملين جرانت لسه، عاملين انا مقدم يعني مشروع كبير للحكومه لوزاره الصحه الامريكيه، هيئه الصحه الامريكيه ب 30 مليون دولار، معايا علماء كتير جدا من العالم كله، معايا ناس يعني علماء كبير جدا من امريكا على دراسه ايه اللي بيحصل في مريض الكوفيد بعد ما من 28 يوم من اصابته اللي مدار لمده 4 سنين. والله يا دكتور هاني ده كان هيكون سؤالي القادم بالنسبه لحضرتك، مرحله ما بعد الاصابه ازاي حضرتك دلوقتي ممكن توصفها لنا بشكل عام، وهل ليها اعراض معينه، وهل الاعراض دي اختلفت من بدايه الجائحه لغايه دلوقتي ولا ما زالت هي هي؟ لا طبعا هو كل يوم بيظهر حاجات جديده يا استاذ هشام. هو حضرتك طبعا زي ما احنا قلنا ان اتس نوفل فايروس، فيروس جديد، فيروس بدايته غريبه، بتشخيصه غريب، باعراضه غريبه، بمضاعفاته غريبه، حتى اللونج الطول بتاعه غريب. طبعا الاعراض اختلفت، بقت بتصيب كل اعضاء الجسم معظمها، لان هو زي ما حضرتك عارف ان الفيروس بيجي بيلزق في ريسبتورز في بروتين اسمه AC2 بروتين، ده موجود في كل الاوعيه الدمويه بتاعتنا، والاوعيه الدمويه وصلت لكل الاعضاء بتوعنا، وما بقاش بيأثر بس على الاعضاء، يعني هو ده القلب بيتأثر طبعا، بيعمل هبوط في عضله القلب، بيعمل التهابات في الرئه، بيعمل حتى الجلد بقى بيتأثر دلوقتي، بيعمل راش، حتى دلوقتي بيعمل في جهاز العصب الاوتونوميك نيرف سيستم، حضرتك عارف بيجي لهم ضربات قلب سريعه مع الوقفه، وبقينا بندرس الموضوع ده، هل الالتهاب اللي موجود بيأثر على الجهاز العصبي اللامركزي والمركزي ولا لا. وهو طبعا وده داخل كمان في حاجات تانية، انه احنا دلوقتي احنا بندرس حاجه جميله برضو، كل الاعراض دي جنبها اعراض جديده جدا، حاجات في العين بقت بتطلع في حاجات كتيره جدا بتطلع، بس طبعا دراستها لابد، هو مش حتى مش بيأثر عضويا بس، ونفسيا الكوفيد دي تأثير نفسي طبعا، نفسيا وبيجيب اكتئاب في نسبه كتير ما بتنامش، واحنا لقينا ان في بعض الريسبتورز دوبامين ريسبتورز برضو بتتأثر في بعض، وبيجيب اثار عضويه ونفسيه واجتماعيه، لانه بيبقى ايزوليتد عن المجتمع لفتره، والناس دي احنا ابتدينا ندرس فيهم زي ما بقول لحضرتك، احنا عاملين لهم حسبه ان احنا نقول مين اللي فيهم هيجي له مرض خفيف، مرض تقيل، مرض هيموت ولا لا، بالارتفيشال انتليجنس بالذكاء الصناعي، وعاملين جهاز، عاملين حسبه بنسميها ماشين ليرنينج، عاملينها برضو اثناء، واحنا بندرسهم كمان جينات، احنا بنشوف نسبة الجينات اللي بتاعتهم ونسبة المناعة اللي اتطورت فيها ايه اللي هي موجودة عندهم، لان انت عارف حضرتك الاجهاز الاجسام المناعية اللي بتتكون احنا ما نعرفش هتقعد معاهم قد ايه، ولو خد الفاكسين عليه لغاية دلوقتي العلم برضو ما قالش اذا الفاكسين دخل على الناس دي هل هيدينهم وقاية قد ايه، والفاكسين لما بتاخده ما بيأثرش على الاجهزة المناعية الاي جي جي اللي بتطلع دي بس، ده لازم تعمل له حاجة معينة اسمها نيوترلايزنج انتي بودي، يعني الاجسام المناعيه اللي بتلزق في الفاكسين عشان تعرف الفاكسين يشتغل ولا لا.